دقائق باقي عنا، كان بدي احكي عن موضوع صندوق النقد الدولي. يعني نحن قطعنا السنه على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولم تحصل الاصلاحات التي طلب بها الصندوق، الى اين نحن ذاهبون؟ الى فشل هذا الاتفاق او لا بعد في امل باقرار هذه الاصلاحات؟ وعندي موضوع الانتخابات البلديه، ما بعرف اذا فينا نمدد دقيقتين بس لا حتى نجاوب اذا حيصير في انتخابات بلديه او لا. اول شيء موضوع الانتخابات البلديه، انا باكد لك انه ما في انتخابات بلديه. بكره في جلسه للجان المشتركه على يعني على جدول اعمالها، اقتراح قانون تقدم فيه النائب علي حسن خليل، معقول نشوف مشكل ثاني بكره؟ سيكون هناك مخرج، هناك تفاهم سياسي على عدم اجراء الانتخابات البلديه. بس خلينا نقول نقطه قبل، من 10 ايام بدات الاجتماعات بين حركه امل وحزب الله، وتم وضع جميع الملفات مشان ما حدا يكب عند الثنائي كمان سيحملون اكثر ما بيحملوا. تم الاتفاق على مختلف التحالفات ومختلف القرى ومختلف البلديات والمخاطر وكل التفاصيل، وبعتقد بالأمس حصل لقاء بين سيد هشام صفي الدين ودكتور مصطفى فعاني وبعض زكام بمقر قيادة حركة أمل، وكان واضح الأمور أنه هني جاهزين لخوض المعركة. القوى السياسية بالبلد منها جاهزة، بعتقد لازم يبلشوا يشيلوا دعاية وزير الداخلية أنه أنا تعودت هيك وأنا هيك، اللبنانيين تعودوا والاستحقاقات وما إلى ذلك عن القنوات، يعني انه هو مصر على اجراء انتخابات البلديه، لان هيدي اكبر منه واكبر من اي حدا بيقول هيدي. من المتضرر من اجراء انتخابات البلديه؟ شوف القوى السياسيه كلياتها اليوم، البعض بيقول انه القوات مرتاحه على هيدي. ليش القوات مرتاحه؟ الانتخابات النيابيه ما بتشبه الانتخابات البلديه ابدا بشيء. انت عم تحكي بقانون اكثري على مستوى كره لقانون نسبي على مستوى اقضيه وحتى اكثر من اقضيه، أكثر من أقضي وأقل من محافظات، أمور ما بتشبه بعضها، وأنا خبير بالأمور الأرقام والتفاصيل بموضوع. فلذلك ما في انتخابات بلدية، والمخرج الوحيد هو المجلس النيابي الحكومي، حكما ما رح تحمل أي شيء له علاقة بهذا الأمر، وأظن ما في تمويل يعني لهذا الأمر. موضوع الـ IMF، المشكل بالبلد هو عبارة عن يعني الموضوع المالي والاقتصادي، يعني يمكن اليوم الملفات السياسية أكثر من الملفات الاقتصادية والمالية. البلد بقلبه في بوك الفيرمي، هذه البوك الفيرمي مين فيها؟ فيها المصرف المركزي، فيها الطبقة السياسية، فيها المصارف اللي هي على علاقة مع الطبقة السياسية بحكم أنه في أصحاب مصارف موجودين بالطبقة السياسية، فيها المصرف اللي مدين المصارف، فيها المودع. المودع انا بقول للمودع بتمنى يفهموا من 2019 اليوم، انا بقول لهم انتم مشكلتكم مع المصارف وليس مع المصرف المركزي. المصرف المركزي مشكلته مع الطبقه السياسيه اللي قامت بعمليه استدانه وكان فيها فساد. الحل اليوم في قراءه لهذا الامر، الحل يكون من خلال الطبقة السياسية منشرح شو عملت، وين في فساد، وين في ودائع موجودة ممكن التخلي عنها، وهون بروح على موضوع التدقيق الجنائي المالي اللي أكر بعهد الجنرال عون، وبروح بقول انه الطبقة السياسية اليوم بدها تهر بشكل تدريجي. بس في نقطة أساسية، على القضاء اللبناني أن يتحرك تجاه هذا الأمر ويوقف مهزلة تدخل القضاء الخارجي بالملف المالي اللبناني، لأنه يؤدي بطريقة بشعة كثير. بالاتفاق مع صندوق النقد، في اتفاق حيكمل الاتفاق ولا لا؟ أنا من أول ما جاء صندوق ندعم ما في اتفاق. أنا بدي أشكرك الدكتور زكريا حمودان مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاءات على مشاركتنا في هذه الحلقة من برنامج هنا بيروت. الشكر لكم مشاهدينا على كرم المتابعة. الحلقة انتهت، إلى اللقاء.